بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بدء هذا الحديث أكرر الشكر لكم أيها الإخوة على مشاركتكم في مصابنا هذا وعلى حضوركم معنا في مجلس عزاء الشيخ الدكتور حسين خلف الجبوري رحمه الله. وكما قال أخي الدكتور محمد بشار الفيضي عضو الأمانة العامة في الهيئة، فقد العالم ليس كفقد غيره. ومن هنا كان لابد من الإشارة بشيء من الاختصار إلى سيرة هذا العلم الكبير. أصدرنا في الهيئة يوم أمس بياناً نعينا فيه الشيخ حسين خلف الجبوري رحمه الله بصفته نائباً للأمين العام في الهيئة ومشرفاً على القسم السياسي، وهذا من مستلزمات هذا المنصب في الهيئة. وقد كانت العلاقة معه علاقتنا جميعاً في الهيئة علاقة وطيدة تربطنا فيها روابط عدة قبل رابط الانتماء إلى هيئة علماء المسلمين من أجل خدمة البلاد وتحريرها مما هي فيه. فالرابط هو رابط العلم ورابط الدراسة ورابط الاستفادة مما كتب وصنف وممن درس من أساتذتنا، فهو درس قسما منا، ولكننا أنا وبعض إخوة الآخرين لم ننل شرف الدراسة على يديه لأنه خرج من العراق سنة 1978 مهاجراً بدينه إلى الحجاز، ولكننا درسنا على بعض من درس عليه واستفدنا من كتبه في الفقه والأصول والقضاء والسياسة الشرعية وغير ذلك من مصنفاته الكثيرة. الدكتور حسين خلف الجبوري من الرعيل الأول من خريجي كلية الشريعة في جامعة بغداد في الستينات، عندما انتقلت هذه الكلية في سنتيها الأخيرتين من ديوان الوقف إلى جامعة بغداد، ولم تدم طويلاً فقد توقفت بعد سنوات أيضاً للأسف. وكان حظه كبيراً عندما ابتعث من هذه الكلية بعثة وحيدة وقتها لعدد من خريجيها للدراسة في الأزهر، وهذا هو حال الدراسات العليا في العراق، بعثة وحيدة من مديرية أو وزارة الأوقاف عام 1930 أو 31، وذهبت إلى الأزهر ثم عادت بسبب الحرب العالمية الأولى ولم تكمل، ثم انقطعت البعثات في الدراسات الدينية تحديداً، أما الدراسات الأخرى فقد كان المجال فيها واسعاً، وابتعثت بعثات كثيرة جداً في كل العهود التي مرت العراق في العهد الملكي وفي العهد الجمهوري بمراحله. المهم، ذهب الشيخ حسين خلف الجبوري إلى الأزهر وأكمل هناك الدبلوم في الشريعة والقانون ثم الماجستير ثم الدكتوراه في تخصص أصول الفقه، وكتب رسالة مهمة جداً طبعت منذ وقت مبكر في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وقد اشتهرت هذه الرسالة واشتهر هذا الكتاب، حتى أن اليوم أحد المواقع الإلكترونية الإسلامية المعروف يقول وفاة صاحب عوارض الأهلية، وهذا هو عنوان رسالتي للدكتوراه، عرفه بكتابه، فقد أصبح هذا الكتاب من الكتب المهمة جداً في مجال الدراسات الشرعية ولا سيما في تخصص أصول الفقه. الدكتور حسين الجبوري درس في الجامعات العراقية منذ أواخر الستينات في كلية الشريعة، كلية الإمام الأعظم، كلية الدراسات الإسلامية الأهلية المسائية، وأيضاً في كلية الحقوق في الجامعة المستنصرية وفي كلية التربية، وهكذا لم يترك كلية أو معهداً فيه مجال للدراسات الشرعية إلا ودرس فيه وأفاد، وألف بعض الكتب التي أصبحت مناهج في كلياتنا في العراق وخارج العراق. ثم لما قيض الله سبحانه وتعالى له الحصول على شهادة الدكتوراه وانتقل إلى الحجاز للعمل في جامعة أم القرى، بقي فيها إلى وفاته يوم أمس
قرابة النصف قرن، 45 سنة تماما. هذه السنوات الطويلة، هذه العقود الطويلة، هناك مدرسان ومشرفان ومناقشان وعضوا في اللجان، في اختيار التدريسيين، في اختيار القضاة واختبارهم، في وضع المناهج، في مراجعة التقارير، في لجنة الدراسات العليا، حتى أنه ناقش ما يقارب، وهذه معلومة دقيقة جدا، من 500 رسالة ماجستير ودكتوراه، وهذا رقم كبير جدا، ولكنه كان مطلوبا في كثير من الجامعات السعودية لهذا الغرض، اعتمادا على علمه وثقتهم به. بل أن كثيرا من علماء الحرمين والقضاة والكتاب العدول في مكة وفي جدة وفي الطائف وما حولها من مدن هم من طلابه، أما درسهم أو ناقشهم أو أشرف عليهم أو حكم بحوثهم للترقية. وكذلك فعل عندما عمل مع رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، فقد كان محكما للبحوث العلمية فيها ولسلسلتها المعروفة دعوة الحق. كل هذا لم يبعده عن التأليف، ومؤلفاته كثيرة، ذكرنا عوارض الأهلية لأنه أشهرها، ولكن ألف كتبا كثيرة في مختلف المناهج، بل ودرس حتى خارج اختصاصه اعتمادا على قدراته العلمية الكبيرة، فقد درس الفقه والأصول، ودرس القضاء، ودرس السياسة الشرعية، ودرس الحديث، ودرس التفسير أيضا فضلا عن علوم أخرى، وأصبحت له مكانة كبيرة في المجتمع العلمي في المملكة العربية السعودية وخارجها. ومن هنا كثيرون من العراقيين ومن طلبة العلم الشرعي تحديدا لم يلتقوا به أو لم يتعرفوا عليه مباشرة بحكم هذا الانقطاع الطويل، فقد أفاد في بلده ثم أفاد الأمة في مكان آخر، ولذلك تجد اسمه وعلمه وما كتب وصنف يكاد يكون معروفا عند طلبة العلم خارج العراق أكثر من طلبة العلم في العراق. أما على الجانب الدعوي، فالدكتور حسين خلف الجبوري من قادة العمل الإسلامي الحركي في العراق منذ الستينات، وهو من الجيل القديم من قادة الحركة الإسلامية الذين ثبتوا على الخط الصحيح والسليم، والذين فارقوا الحزبية والتنظيمات وانتصروا للحق لبلادهم بعد الاحتلال، فانضم إلى هيئة علماء المسلمين مع إخوانه وبدأ ينادي بتصحيح المسار لكثيرين ممن انحرف بهم هذا المسار، هو وعدد من إخوانه، منهم من قضى رحمهم الله ومنهم ما زال حيا، يؤكدون على أن الخط الحقيقي للحركة الإسلامية في العراق هو الخط الذي تنتهجه القوى المناهضة للاحتلال، فهذا الاحتلال باطل وإزالته هو الحق الذي ينبغي العمل له. وقد كابد الكثير في هذا السبيل وعانى وجلس الجلسات المطولة والتقى الكثيرين من أجل التصحيح، ولكن جهوده لم تفلح هو وإخوانه في الدنيا، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة مسطورة وستشفع له إن شاء الله. ومن جوانب حياته الأخرى المهمة عنايته الكبيرة بالعمل الدعوي بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وبصماته في هذا كبيرة، وقد كان منهجه يجمع بين التعليم والتدريس والتوجيه والتربية، ولعل هذا حبب إليه كثيرا من طلبة العلم في العراق وخارج العراق لجمعه بين الطريقتين بدون أن يعني تتجاوز واحدة منهما على الأخرى. الجانب الآخر المهم عنده هو، وهذا هو لا يحب أن يتكلم عنه ولكن بعد وفاته رحمه الله لا بد أن نذكره له، فهذا من باب الوفاء له ومن باب إقامة الحجة على كثيرين ممن يقصرون في هذا الجانب، كانت له رعاية خاصة بموضوع الأيتام بعد احتلال العراق، ورعى كثيرا منهم ولا سيما في مسقط رأسه في محافظته في نينوى وفي مدينة الموصل تحديدا. وجانب آخر غير هذه الجوانب، كل من ذهب إلى الحج أو العمرة من العراقيين لابد أن يذكر الدكتور حسين خلف الجبوري والكرم الذي كان يحيط به الحجاج والمعتمرين العراقيين عندما يفتح داره لهم ويستقبلهم الأيام الطويلة
هو وغيره ممن كانوا ينهجون نفس المناهج كفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور ياسين ناصر الخطيب الكويسي رحمه الله، كانوا قبلة للعراقيين عندما يذهبون إلى الحج والعمرة. هذا ما نسمعه من الناس، لم أره بعيني، وإنما سمعته من الوالد رحمه الله، وسمعته من كثيرين من إخواني في الهيئة، وكثير من الناس ممن كانوا يذهبون إلى هناك. وأختم أيضاً بتواضعه، على الرغم من كونه نائب الأمين العام والمشرف على القسم السياسي ومن أكبر الأعضاء سناً وقدراً وعلماً، ولكنه كان في الهيئة كأنه جندي صغير. والمثال الذي أستحضره الآن يشاركني فيه بعض الإخوة معي الذين كانوا معنا في عام 2017 في مكة المكرمة، عندما دعينا إلى مؤتمر للهيئات والروابط العلمائية العراقية برعاية رابطة العالم الإسلامي وقتها، وكان عدد من أعضاء الهيئة من كبار أعضاء الهيئة في هذا الوفد، وكنت أنا معهم. وكان هو في مكة، هو يسكن في مكة، لا يترك الفندق من الصباح إلى المساء، هو قائم على رعايتنا وخدمتنا وتهيئة الأجواء لنا والتعريف بنا وجلب طلبة العلم للسلام علينا وترتيب المواعيد للسلام على بعض إخوتنا هناك والمشايخ وما إلى ذلك، بل كان حتى لا يتقدم علينا في المسير، يجعلنا نتقدم أمامه، وهناك صور توثق هذا الموضوع، على الرغم من أنه كان من أكبر الموجودين سناً من أعضاء الهيئة. وبذل على هذا الصعيد الكثير، وإلى قبل حوالي 20-21 يوم هو اتصل بنفسه، هكذا هو يتفقدنا، اتصل بي مسلماً وسائلاً عن أحوال الهيئة ومطمئناً على مجريات الأمور فيها، على الرغم من أنه قد أقعد قبل سنتين أو أكثر عندما حصل عنده كسر في منطقة الحوض، وهو كان قاعد الفراش مدة سنتين أو ثلاثة الماضية، ومع ذلك كان يتابع الأمور في العراق ويدعو ويحثنا على العمل. نقطة أخيرة أختم بها، الدكتور حسين الجبوري هو من جيل الكبار من العلماء والدعاة في العراق، إن كان كثيرون لا يعرفون ذلك فواجبنا أن نعرفهم به، ومن باب الوفاء أيضاً أن نقوم بخدمته بعد وفاته بالتعريف بعلمه وجهده وجهاده وكتاباته ومؤلفاته، وهو أمر إن شاء الله نعزم عليه. هناك مقترح عند بعض إخوتنا في الهيئة أن تقام ندوة علمية مستقبلاً إن شاء الله للتعريف به، وهذا جزء من الوفاء له. فرحم الله الشيخ الدكتور حسين خلف الجبوري وغفر له وتجاوز عنه وغفر لنا جميعاً، اللهم آمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.